من جديد أهلا بكم. في العراق وفي وقت أشادت فيه المرجعية الدينية اليوم بالإنجازات الميدانية للجيش ضد مسلحي داعش، تواصل القوات المشتركة تقدمها في الأنبار وصلاح الدين فيما قصفت مواقع للتنظيم في الموصل. دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الحكومة ومجلس النواب إلى مراجعة الأداء السياسي والأمني للفترة التي سبقت سقوط مدينة الموصل بيد داعش في يونيو الماضي. والمطلوب من الجهات ذات العلاقة سواء في الحكومة أو في مجلس النواب أن تدرس بعناية الأداء السياسي والعسكري والأمني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والقضائي لمفاصل الدولة المهمة في الفترة التي سبقت انتكاسة العام الماضي. إلى ذلك أشاد الشيخ الكربلائي بجهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية في كشف وضبط عدد من السيارات الملغومة المعدة للتفجير في شهر رمضان في منطقة النخيل بكربلاء. في الأيام الماضية أثمرت جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية عن اكتشاف عدد من السيارات المفخخة التي هيأتها عصابات داعش الإرهابية لتفجيرها في بغداد عند حلول شهر رمضان المبارك. كما حققت هذه القوات بمساندة أبناء العشائر الغيارة تقدماً ملحوظاً في محيط مدينة. ميدانياً واصل الطيران العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، فيما دك تجمعات ومخازن للأسلحة في القائم بالأنبار على الحدود مع سوريا. في موازاة ذلك دعا مجلس محافظة الأنبار القيادات العسكرية إلى التعجيل باقتحام مدينتي الرمادي والفلوجة وتحريرهما من سيطرة داعش، مشيراً إلى أن تأخير استعادة المدينتين يصب في صالح تعزيز المسلحين لمواقعهم. وفي وقت أعلن قائد عمليات نينوى انطلاق عملية استعادة المحافظة من قبضة تنظيم داعش، قصف طيران الجيش مناطق في جبة وتلعفر والموصل مركز محافظة نينوى.